ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احمد والله خلص قبل ما نبلش الفيديو حابين نتشكر ابرو سلام على السوبر شات، وحابين نتشكركم على الدعم الخرافي في الفيديو الماضي. اليوم معنا أسطورة الأساطير. لا يعني أحمد رجع بده نلعب لو خيروك الهندي، فأنا جبت معي أخوي عبد الله، هو عشان ساعدني يختار عني لأنه أنا مستحيل أتقبل هذا. هي عبد الله معك تختار يا روح. لا عبد الله بدك تختار صح؟ أو أنا بختار من بوكر. والله ممكن هاي الفكرة. طبعا لأنه ما بيستخدموا المعالق في الهند فحبينا إحنا نستخدمها. أوكي فأهلا فيك عبد الله. أهلا وسهلا. عبد الله أكيد أنت جاهز؟ جاهز. هزر مسين؟ هزر مزم. عبد الله شو بدنا هلا احنا؟ بدنا تعملوا لايك وتنزلوا تحت تبلش على 200,000 سبسكرايب. قربنا نوصل يا جماعه 200,000، بدنا همتكم بالاشتراك. حاول قبل كأس العالم 2017. لا لا هاي السنه بدنا نوصل عن جد، نحاول نوصل 500,000 ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفيديو الاول. لا هاي ورشة وجوز فات على فيديو ورشة. لا جد أحمد أكل ولا إيه؟ أكل يا عمري هاي أكل. والله يا ماني خايف إنها تكون العجينة هاي. لا ماي والله ممكن تكون العجنة هاي. أحمد أحمد لا لا هاي لا لا ماني مالك يا روح. هاد مش ما أوكي أنا جايب عبد الله يختار بس هاد مش أحضرها. وعبد الله بدك تختار حبيبي. انت معنا انا ما اختار معكم طبعا انا راح اختار هذا الثاني مش زي الاول اماني هذا زي. هذا الصبي هذا شغله بس كله تحت لهذا هذا بكون هو فوق رجليه والله 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 بس شوفي هاي شايف هاي هون بين اظافر التين هذا بصبع كمل خلص خلص لا مستحيل انه بيجبلوا باكل قاعدين شي كفى عن جد انا شيء وحياه الله مش طبيعيين لا بس هاي هذا هون شوفي هذا لابس اشي على راسه جد بحكي مش تخويت اذا وقع شعره هاي لابس اشي على راسه تخيلوا انت هذا يطلع لك شعره من التيك توك طلع لي شعره حارف غير شعر رجليه كفي غير الشعر مستحيل اقرف شعر بده يبينش بس اجريه الله ليش ليه القرف بدنا نعرف نحضر لو سمحتي عبد الله هذا شو ما تختاره ولا حتى شو يا اخوي والله ما هي طبار قال انه هو فنان هلا شكله لا راح يطلع شيء مرتب زي ولك زي حلوى جوز الهند تعرفيها مع الخبز احمد ما تعطي مقارنات مع شيء والله انا هاي تاع جوز الهند احمد ما تعطيش مقارنات مع شيء احنا بناكله خلينا احنا نحكي هذا بتعرف الزاكي هاي جد هي اذا بجيبوها من الصين والله هيك بتكون عمري ما راح اكل هاي زي ما ليش بدنا نتخيل انا هيك صرت اتخيل هيك بيعملوها عنا خلص ما تقارنوا بشيء شوف الفرن شايفه هون فرن صلى من 61 شوف الايدين وين شايف الايدين هاي نفس الايدين اللي بسكر فيها الفرن قبل الحرب العالميه هاي قبل هاد اللي كانوا يحطوا فيه الاسلحه شايف الايد بنفس اللي بروح بقعد يعجن فيها وكل كله هاي خلص طب وقع على الارض في هلا بتطلوها بحطوها يا عم بحطوها هيك الموضوع انزل كحك معمول العيد لا عرفتوا هذا هذا اللي بحطوا فيه زي الشوربه بيعملوا الله انا جيتك تساعدني عم بتقرفني طيب اذا هذا هو الخيار الاول اماني وعبد الله واحمد بدكم انا عبد الله مستحيل نختار عبد الله مستحيل تختار هذا الشيء حسب اللي بعده لا ايوه احمد ما بدي احضر هذا لا لا بدك تختاري ما حبيبي بعدين الزيت اسود مش من ال الزيت من اباطه اسود استغفر الله اماني احمد معي انت خلص ضربت هاد ما منن حبيبي انا موجودك الفيديو اللي مخبيه للاخر ما بدي احطه في القائمه جد بحكي بديش احضر مش اختار يعني اماني والله مش قصدي هذا مزح لانه متخوت مستحيل في ناس هيك لا هذا مش يعني طلب طلع كم واحد طب خلص 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 والله خلص خلص هاي شلناه تعي شلناه يلا بسم الله الرحمن الرحيم هذا شكله حلويات اماني هذا في ايد تحت هون هذا الكنترول حبيبتي يعني ولا شو بتشتغل خلاص يا الله يا الله بعدين يعني الكور ما دخلش الكور فهذا شيء ممتاز يا اخوي بس زيح الكور بس عشان الكاميرا بس نطلع السم شو السم يا مالي هذا شكله اكل يا ويلي يا ويلي بيعمل حلو حلو هذا بعدين انت ما مش اي حد بيعملها بتعرف هذا شو اسمه؟ شلبك وقصص نفس الحلويات اللي بتعمل عنا بالاردن بعدين في عنده خطوات يعني مش اي حد بيعملها فاتح عليه بعدين بسكرهم شوي شوي يعني هم كمان مستحيل
إني يشتغل عنهم. لمع اللي هون هاي هون الملح كله. أنا أسف هيك بملحه. لا ليه إيده بده يعمل الحركة؟ طلع وين هون هذا هذا بانيو هذا. استغفر الله العظيم. خلاص. خلاص. بعدين عنده دليفري طلع ورا. في توصيل عنده. بس هذا الزيت لونه من الكاميرا عاكس هيك ولا ايش لون؟ الكاميرا هذا الزيت جابوه مره واحده لموا كل الزيت الحاره وحطوها في هذا المكان. هذا ليش الارمه بالعكس؟ وين حطها؟ شوف والله وين حطها؟ حطها طبعا بدون قطر قطر. هذا حلو. لا وين الفيديو؟ خلاص سامعني انا هاي الفيديو خرب هيك حاط لك اربع فيديوهات عرض لك. طب هي كمان فيديو رابع فتنا احنا فيديوهين المفروض نختار بينهم واحد رجلين واحد اخر. خلص انت هي واحد جديد في ناس حواليه زلمه شغال. خلينا نشوف يلا. هاي قسم الخيار رقم 4 عشان اماني. حلو بلشنا الايدين من اول طلع السطر اللي بحط فيه. ماني هذا مو جاهز. من طلع لابس ماسك لابس كمامه. معقول مش خايفه حاله مش خايفه على شيء. هو خايف حاله من التفاعلات اللي بتصير معنا هون. وين حاطه تحت رجلين يا رب؟ بعدين هو بيطلع وما انا مشكلتك بيحاطه تحت رجلين. ايش هدول يعني؟ هاي ايش الكرات هاي؟ هاي اللحمه مش هو مش مبين ايش هو. هاي شفت الانينه وين زتها؟ لا بتنسى كله بنفس المكان. يلا وين؟ والله اصابع. انا وعبد الله ما بدنا لا هذا ولا هذا. ايوه اختي ماشي طلع الاشياء والله ما هي مفهومه ايش. لازم اطلع ابصر الصحن من وين جابوها. طلع 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 تحت الطاوله في مواد. هاي مش مكونات هاي مواد. مش هيك معصر عصر الله يغص بالكم كيف مشتهين هيك اكل. بعدين ما بفهمش بالطبخ بالطبخ بشكل عام في اشي مع الرز في مره واحده رز بوت. انا كرهت الطبخ. حبيبتي مش بس بطول لا بطوله بخله مستحيل. اوكي هاي بحطها. هذا رز مستوي. لا مستوي. هذا مستوي الرز. طب انت متأكدين انه رز؟ انا ما بنقي هاي. طيب قلبك رايح تاع جوز الهند. جوز الهند تاع رجلين. تاع رجلين؟ حلو. والحلو؟ اختار الحلو كثير. الحلو الاثنين بنفس بعض. يعني قلبي ميال لواحد من تاع يا جوز الهند يا تاع الاصفر. اثنين. شوفي هم ما راح احكيهم ايش الاكله، راح احكيهم بحسب العضو. تاع رجلين؟ تاع الاباط؟ تاع ال يعني الساق يعني ايوه تاع ايوه تاع الذراع الذراع والاخير تاع تاع السره لانه هذا ماسك عند سرته الاكل كله. يلا اختاري. انا جبت اخوي اختار عني. انت اللي اختار عبد الله بده يختار. لا انا ما دخلك فيه. لا عبد الله بده يختار. انا جبت عبد الله يختار عني. انا مش فاهم في شيء مش فاهم يعني. انا راح اختار وانت تاكلي. انا اختار واكل وانت برا الموضوع. مش عارف. انا لا بختار ولا باكل. انا جبتك انت تختار واساس انه الاشي صاير معك. لا اماني احنا زدنا اربع فيديوهات لانه اخوك اجا. هذا اوبشن زياده بدك تختاري انت واختار هو واختار انا. لا انا ما بختار. بدك تختاري انا. لا عبد الله انا ليش قلت لك تعال؟ عشان نختار. عشان تتغدى. انا فاجئوني بفكره الفيديو. انا ما كنتش اعرفها. انا هاي السلسله راح الغيها من القناه جد بحكي. وانا ما بدي. انا راح جد الغيها. العقاب 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 اللي نعطيه اياه انا وياك نقرره ولا طلع عليك عقاب. عبد الله تقول له ما بقدر اختي تاكل هاي الاشياء. تقول لي تاكل الاباط. لا احنا ما نعرف انت. انا بختار تاع الاصفر. ليش؟ اخاف شيء. اول شيء الاصفر ما بعرفش ايش هو من وين اجى. هو بلش من الاصفر وبس اللهم هي اضافره وهيك. وبعدين انت شفت البرميل محطوط فيه الاصفر؟ احنا ما عنديش مشكله بالبرميل حتى الزيت. ما عندك مشكله بالبرميل ولا عندك مشكله في ايده اللي كلها جوا. عبد الله اضطريت على واحد منهم. بدك تاع رجلين تاع الاباط تاع الاصفر هذا كمان هو اخف. طيب يا جماعه هيك المقرفين الاثنين بكون اختاروا الهم هم ايش بده ياكلوا. استني شوي حجه. ايش اختاري شيء معنى. لا ما راح اختار عبد الله عن جد. انا جبت عبد الله عشان يختار. طيب معنى خلص انا هالسلسله عبريه من القناه. لحظه شوي يا جماعه احمد لغى السلسله وانا كثير راح ازعل. كثير راح اتضايق انه لغاها مش اني انا غصب عني عملتها. كيف اقول لك في قسم الحلويات مخبي لك اياها والعصائر في الحلو. طب ماشي خلي بركي عملنا الفيديو اللي بعده. طيب اوكي يا جماعه هيك بكون هم اختاروا المقرفين الاثنين ايش بده ياكلوا. اوكي عبد الله شو بدنا نطلب من الناس؟ تنزل تحت تعمل سبسكرايب ما ضلش على 200,000 وبدنا نجيب بقى بالاخر شكرا السنة. شوف ايه 500,000 ان شاء الله ان شاء الله. فشكرا عبد الله شكرا لكم جميعا. هلا والله سلام. جاب 5 مليون الفيديو من تاع الابط بنروح انتم ناكل. الله يلعن ابو قرفك. جمع 5 مليون يجيب 50,000 اعمل بث مباشر على القناه. ابو ابو ابو